معانا النجمة من النجوم اللي مش متكلفة خالص في التمثيل، دايما كده ليها طلة مختلفة جدا، بتتقن أدوارها بطريقة مش ممكن. ولما شفناها بقى في فيلم مقسوم كان دورها جديد تماما علينا. معانا هنا على التليفون النجمة سماء إبراهيم، يعني ألف مبروك على الفيلم ومبسوطة جدا إن انت معايا النهاردة في كلاكات. ميرسي جدا جدا جدا، وشكرا على الطاقة الرائعة دي وعلى التقديمة اللي بجد يعني تسعد القلب. لا ده انا عايزه اقعد اقول فيك مقدمات كتيره قوي، لان انا فعلا بقالي كتير بحاول ان انا تكوني معانا، بس انا عارفه ان ساعات وقت الفنانين مش بيسمح طبعا للتصوير والمواعيد دي، فعارفه عايزه مهرجان ان انت معانا النهارده. انتوا فاهمين غلط يا جماعه، ده انا بقعد اتخفى كده بحاول اكلمكم على القناه في برامجكم اللطيفه عشان انا من مستمعي الاذاعه وبتبقى عليها ضغط كبير، انتوا فاهمين غلط يا ولاد. طبعا الف مبروك على فيلم مقسوم، يعني نقدر نقول كده ان هو فيلم نسائي بتوقيع موسيقي. الناس كلها خرجت من الفيلم كانت بتقول ان حاله الفيلم جميله قوي، وعشنا كده في السينما حاجه مختلفه جدا. فدايما بحس ان الكواليس برضو كانت اكيد مختلفه، التحضير بتاع الفيلم كان عامل ازاي، خاصه ان هو فعلا فيلم مختلف جدا. بصي انا اولا يعني الحمد لله، لانه اعتقد ان انا من المحظوظين انه يحصل التنويعة دي في حياته، ويكون من ضمن التنويعة الفنية الجميلة عمل مميز زي مقسوم. مقسوم بالنسبة لي انا شخصيا مش مجرد فيلم جميل وكمان مشاركة رائعة ليا مع النجمتين الرائعتين الفنانة ليلى علوي والفنانة شيرين رضا، لا ده هو كمان مشاركة في تجربة أولى للفيلم الروائي الطويل، وكمان ميوزيكال للمخرجة الجميلة كوثر يونس، وكمان باكورة إنتاج الشركة بلو برانت. ففي الحقيقة وبالنسبة لي أنا كمان خطوة لطيفة، بالرغم من المشاركات، أو مش بالرغم، بالإضافة يعني للمشاركات السينمائية اللي ساعدت بيها في الفترة اللي فاتت، إلا أن بعتبر أن محطة مقسوم هي محطة مهمة وتعتبر خطوه، لان الفيلم مش بس هو نسائي، هو فيلم انساني واسري وموسيقي وكمان لايت وكوميدي، توليفه كده يمكن اللي حضر الفيلم هيبقى قادر يوصله صح، اللي انا بقوله، انا فاهمه قوي انت توليفه بتقولي صادقه، ايه. صح، توليفه مشاعر صادقه، وده اللي بيخلي المساله زي ما قلت قبل كده في لقاء ما انه سهل الممتنع. احنا بني ادمين عندنا الصواب وعندنا الخطأ، وكمان فيها مزيكا، يعني دي النقطة التانية. فأنا كان بالنسبة لي واو، لا يعني مين فينا ما بيحبش الموسيقى؟ صح، كلنا كل الناس على فكرة الموسيقى حاجة مهمة جدا، بس انا كده هسيب قصة الموسيقى دي في نص اللقاء عشان برضو ايه ادي كده حتة سسبنس للمستمع بتوع نجومة في امن. بس لازم برضو اتكلم على المخرجة طبعا كوثر يونس، لان دايما بحس ان لما مخرجة بتكون سيدة بيبقى كده عندها احساس وتفاصيل اكتر، خاصة لو بطولة برضو فيها سيدات، فالموضوع بيبقى مختلف، وبتقدر كده ان هي برضو تطلع كل المشاعر مظبوطة جدا. ده حقيقي؟ بصي يعني بشكل شخصي، وبما اني بمارس العمل الفني من زمان والاخراج المسرحي تحديدا، فمن زمان ولغايه دلوقتي ما غيرتش وجهه نظري في حاجه بسيطه، هي بسيطه بس تفرق كتير قوي. العمليه الابداعيه في حد ذاتها ما بتفرقش ما بين كون المبدع رجل ام امراه، اوكي، ذائقه كل شخص نفسها، ذائقه المخرج ده او المخرج ده ايا كان نوع ايه الجندر ايه، هي اللي بتختلف. فكوثر يونس عندها بغض النظر عن كونها سيدة، عندها فعلا زي ما بتقولي ترمومتر شديد الحساسية تجاه كل تفاصيل الدراما، إذا كانت المرئية أو المحسوسة اللي هي الداخلية. فكانت وأنا كمان شايفاها أنها زي ما بيقولوا محاربة بشدة ورا حلمها اللي كانت بتحاول توصل له وتوصل لأدق تفاصيله مع كل عنصر من عناصر العمل الفني، يعني سواء إذا كانت العناصر الموجودة خلف الكاميرا أو قدام الكاميرا. من ضمنها إنه مثلا إحنا قعدنا حوالي أكتر من شهر ونص بنعمل بروفات ولقاءات مع بعض على الورق، قراءة وتفصيلا وبحثا
على روح الشخصيات اللي احنا بنقدمها. دي حاجة مهمة جدا، يعني بحس ان زي ما بنقول كده او زي ما انتوا اعتقد بتقولوا في الوسط ان هي بروفات الترابيزة، دي حاجة مهمة جدا. فان انتوا قعدتوا شهر ونص، ده حاجة مهمة جدا، واعتقد ان ده اللي سبب حالة الحب اللي كانت موجودة بينكم في الفيلم. يعني الفيلم كان فيه، انا كنت حاسة ان فيه كيمياء بين الابطال، اعتقد ان سببها اللي انتي بتوضحيه دلوقتي. وفي الحقيقة ده اللي حضرتك بتقوليه بالظبط، هي عملت معانا كده. وكمان فعلا فعلا يمكن اللي انا هقوله المفترض انه طبيعي، بس خليني اقول انه لازم يتوضح، لانه ميزة اللي هي انه الفنان اللي يعني الفنانة قديرة ليلى علوي، الفنانة قديرة شيرين رضا، احنا فعلا من اول بروفة انا كنت حاسة ان احنا كأننا صحاب من زمان. اه وافتكر انه ده مش بسبب مجهود انا بذلته، لا، بسبب مجهود جميل ومساحه لطيفه هم قدموها. لانه قد يتصور الجمهور انه في درجه من درجات التحفظ، بل بالعكس كان في درجه من درجات المحبه ودرجه من درجات التباسط ويلا بينا يلا بينا ننتج، واحنا خلاص كل واحد فينا بيخلع رداءة عباءته الشخصية وبيدخل في الدور اللي احنا كنا بنقدمه. هل فكان في فعلا الكيمياء دي. ايوه عايزه اسال بقى على حاجه، هل وجود الفنانه ليلى علوي والفنانه شيرين رضا من اسباب موافقتك على العمل؟ يعني دي حاجه من الحاجات اللي شجعتك ان انت توافقي على العمل؟ تفتكري ده يعني تفتكري ده سؤال برضه لا يا ساعات بنتي؟ بحس كده ان ايه، لا يعني طبعا، انه طبعا بصي في فنانين معينين الواحد بيبقى دايما عايز اللي هو وجودهم بيخلي الموضوع، الله لا ده عمل بقى لذيذ قوي ده انا هشارك فيه جدا، برافو عليكي، انا سهلوا الاختيار. هو الفكره انه لما جه الورق في اسماء من الفنانين، والحمد لله ان هم مش اسماء قليله، يعني لما بعرف ان هم موجودين في عمل فني والعمل الفني ده بيكون لي فرصه اني اشارك فيه، قبل ما اقرا اول حرف في الورق ببقى مدركه بانه هذا العمل على قدر من القيمه العاليه، لان الفنان ده مش هيشارك في عمل غير لما يكون بالفعل قيمته الدرامية والفنية مؤثرة. صح جدا. ففكرة وجودهم في حد ذاته بيأكد لي بإذن الرحمن إنه العمل جيد. كمان إنه الدراما نفسها بتقول إن إحنا مجموعة واحدة وأغلب مشاهدنا مع بعض، ده بالنسبة لي كان مهم جدا، لأنه التاريخ الفني والقيمة الفنية ليهم هما الاتنين بالنسبة لي مش بس مشجع، ده انا بالعكس يعني ما زلت سعيده وبعلنها، لانه انت متخيله انه الزمن عمل وصل بالنسبه لي. يعني في يوم من الايام كان الواحد بيتصور امتى يبقى بيشتغل مع نجوم حقيقيين ليهم تاريخ حقيقي، وبالفعل انا الحمد لله محظوظه، انا كل الناس اللي اشتغلت معاها كده فبتكمل بتجاربي اللي موجوده حاليا مع مثلا زي في فيلم مقسوم. بصي هي معادله عارفة بسيطه لو جدا شفتي كده، وشي وانتي بتجاوبي على الأسئلة أنا مستمتعة جدا، أكني شخص بيسمع اللقاء مش بسألك، يعني أنا مستمتعة قوي بإجاباتك وبالحالة اللي انتي محسساني بيها وقد إيه الصدق مشاعرك في الإجابة. بس لازم برضو أسألك على حاجة مهمة جدا يا سماء، الفيلم بيتكلم عن فرقة موسيقية، اوكي يعني بتغنوا، ايوه غني لي حاجة بقى والنبي، نفسي كده ايه، بحب بقى الحاجات اللي بتبقى خارج التوقعات، واعتقد جمهور نجومة في ام اللي بيسمعنا دلوقتي ولما ننزل لهم المداخلة على السوشيال ميديا يكونوا مهتمين يسمعوا ده. فبعد اذنك، بعد اذنك انا دلوقتي بناشد الفنانة سماء ابراهيم ان هي تغني لي حاجة. بصي انا كنت يعني اخر حاجه اتخيلها ان انا ممكن اقول في لحظه من اللحظات سمع صوتي سمع صوتي بس قبل ما انسى، بس على الجميلتين ليلى علوي وشيرين رضا، اه هم ابتدوا صغيرين طبعا فحققوا تاريخ مهم جدا. انا كان عندي معادله لطيفه جدا ما بين كوثر يونس وما بين التاريخ ده، عارفه انت اللي هو تحس ان انت في معادله جميله جدا. طبعا انا طبعا على المزيكا بقى، اه فاحنا عندنا على فكره في الفيلم اغنيتين
افتكر ان هم سايبين اثر لطيف في جدا وعلى السوشيال ميديا كمان. و انا شايفه يا سماء ان احنا محتاجين نبتدي نفكر في الغنى بقى والالبومات والحاجات دي، وعارفه الحاجات الكفرات اللي بتحصل على السوشيال ميديا، لان انا مستمتعه يعني. لما هتشوفي الحلقه لما تنزل والمداخله هتشوفي انا كنت بعمل ايه، اللي هو قاعده بقى بدندن معاكي وبحرك ايدي مستمتعه قوي. الله يلا بقى. فلا يعني لذيذه قوي، انا مستمتعه قوي بالمداخله دي. بس عارفه فكرتيني بيه، احنا بنتكلم على فيلم مقسوم، جه في بالي على طول فيلم ماما ميا، اوكي من الافلام اللي جت في بالي عشان برضو الاغاني وكده. فهو فيلم بصراحه جميل وروحه حلوه، واعتقد ان لحد دلوقتي اللي ما شافش فيلم بعد المداخله دي اكيد على طول هيجري يروح يشوف فيلم، عشان كفايه الحاله اللي انت وصلتها لنا من الكلام عن الفيلم. بصي، اولا فيلم ماما ميا او الافلام اللي هي كان فيها موسيقى السبعينات انت عارفه الفيلم معتمد على، يعني هو مش ميوزيكال، هو ميوزيكال بس اوريدي كمان هي قصته مختلفه، بالظبط بس الروح فعلا مش هقول لك فيها تشابه. في ناس كتيره يعني تاكيد على كلامك قالت مش فكره تشابه، قالت انه فيلم مقسوم، في من روح الافلام اللي دخلت بيوتنا وبقت ينفع زي زمان كده لما كنا بنجيب شريط الفيديو ونحطها فنتفرج بالظبط عليها. صح. دلوقتي يمكن بقت الحاجات موجوده ديجيتال اكتر، فبقيتي تقدري تقولي يعني الحاجات اللي تقدري تجمعي العيله وتتفرجي عليها وتبقي باذن الرحمن ضامنه جزء من البهجه مع كمان طاقه ايجابيه. صح، هي الطاقة فيلم بتاعته فيلم اه يعني انا طبعا زي ما بيقولوا شكلي مجروح، بس فيلم مقسوم يعني الأغنية التانية في فيلم مقسوم، وأنا اللي هقول لك بقى بتقول لا فرح، يعني لا فرح ولا حزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم. صح. هي مش مجرد جملة، هي في الحقيقة تحسيها المعنى الإجمالي أو المعنى البسيط والمهم في نفس الوقت للفيلم، صح لأنه يا ترى إيه الحاجات اللي ممكن تبقى بتسعدنا في حياتنا؟ على قد ما الفيلم مليان تفاصيل ومليان أحداث وعلاقات إنسانية، على قد ما هو عايز يوصل إنه ما تيجي نفرح يا جماعة، صح ما ما تيجي تيجي نفرح نشوف فعلا. الحاجات البسيطة اللي بتبقى بتسعدنا. وأنا نفسي الناس تعمل كده، ويمكن خليني أستغل، عارفة أعمل زي بعض الأحاديث اللقاءات دي، لو خليني أستقل أستقل ايوه أستقل أستغل هذا الميكروفون وأقول للناس على حاجة لطيفة. إحنا في وسط اللي بيحصل كله في الدنيا في حاجات كتيرة قد بتسبب ضغوط، صح بس دايما بقعد اسال نفسي طب امتى هنعيش؟ يعني حتى لما الدنيا كانت لطيفه احنا، او يعني لما اي حد دنيته لطيفه بيبقى عنده ضغط شغله ويومه والست هتروح الشغل وتطبخ ايه وترجع ايه، دايما بقول لنفسي بقول لاصحابي ماذا لو في وسط اليوم ال 24 ساعه خطفنا 5 دقائق بهجه؟ أو ماذا لو ما استنيناش ناجل خروجتنا لاجازه الصيف؟ طب صح ما ممكن نخطفها ساعه، في ماذا مش لازم تبقى مكلفة، انا بس عجباني قوي ماذا جملة ان بالنسبة احنا بننسى نعيش، يعني الجملة دي بنعيش احنا دايما الدوامة واخدانا فبننسى نعيش، صح. بنبقى عايزين نحقق هدف معين. انا عايزة دلوقتي الالف الخطوة دول او الالف قيمة ما علشان اعمل الشيء الفلاني، ما انا من هنا لغاية ما احقق الالف مش لازم اقف، مش لازم اعيش. صح يعني فيها ايه لما نكلم اصحابنا ونرجع نفتكر ضحك ايام الكليه ولا موقف ما، ولا نعيد على حد ولا احنا شوي مش شويه احنا كتير الحياة واخدانا الحياه بتخلينا ننسى نعيش في هي شخصيه. صح. انا مستمتعه قوي بالمداخله دي، يعني حاسه ان انا عايزه اقعد في المداخله دي كده، ايه لليل واخره زي ما بيقولوا. لازم قبل ما اختم معاكي اسالك بقى، ايه الجديد عندك الايام الجايه؟ الفنانه سماء ابراهيم ايه الجديد عندها، سواء بقى في السينما واخبار رمضان ايه، يعني عايزين نعرف كده الفتره الجايه ايه الاخبار. الله 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 ده اكتر سؤال بحبه عشان بيحمسني قوي للفقره الجايه، يعني بحس ان انا ايه ده بعرف بقى شويه تحضيرات، فابتدي بقى انا اذاكر طب الفتره الجايه فيها ايه، طب نعرف كده يعني. انا يعني مصيح. هو يمكن الجمهور لو يعني متابعني هيعرف ان انا قليلة الظهور وقليلة الكلام عن ما سوف يكون، صح على اعتبار ان هو ايه ربنا، والله مش بمنطق داري على سمعتك على قد ما هو ايه ربنا يقدرنا، صح بس مبدئيا ان شاء الله ادعوا لي، يعني إن شاء لان الله النهارده او يعني السنه دي باذن الله ان شاء الله
ضيفة كده مع الجمهور في بعض الأعمال الفنية. أنا ضيفة في الأعمال دي وضيفة على الجمهور، فيا رب يبقى وجودي ظريف عفيف خفيف لطيف إن شاء الله معاكم في بابا جه. اوكي ده مع المخرج الجميل خالد مرعي والفنان أكرم حسني، طبعا. وضيفة مع حسن الرداد والمخرجة شيرين عادل في محارب، وده شوية في الصعيد يعني. أنا اه احنا بقى قاعدين نشوف دعاية لذيذة قوي عليه، فشكله هيبقى حاجة مختلفة يا جدا برضو. بصراحة كل أنا محظوظة الحمد والشكر لله، وكمان مع الرائع دكتور يحيى الفخراني اه والمخرج الجميل أستاذ مجدي في عتبات البهجة، يا رب تبقى حياتنا كلها بهجة، يا رب. ودور مختلف خالص لا في ومسلسل ميت كلنا راجل. مستنينه. جدا ودور مختلف خالص في ميت راجل مع إبرام نشأت والفنانة سمية خشاب، دور مختلف جدا، فربنا يستر دعواتكم. متحمسة جدا، وإن شاء الله تبقى يعني كلها أعمال خير عليكي وتكسري الدنيا، ونرجع بقى نكلمك هنا في كلاكات ومبارك لك عليهم. وبجد استمتعت جدا بمداخلتك معانا هنا في كلاكات انا على مش نجوم عارفه اقول لك ايه، اف ام. اشكرك، انا بشكرك جدا، ومعلش يعني انا عم بقطعك بس عشان اقول لك نجوم اف ام. ايوه ميرسي، وشكرا للجمهور الرائع. انا شخصيا من مستمعي الراديو وبحس كده بحميميه، يا رب يجمعنا دايما على كل سعاده وخير. يا رب. الفنانة الجميلة سماء إبراهيم نورتيني، ومبسوطة جدا ان انت كنت معايا في مداخلة على النجوم في أنف برنامج كلاكات. أشكرك وكلاكيت مرة تانية إن شاء الله نتقابل على خير. ان شاء الله. ميرسي جدا، باي باي. مع السلامة.